لو قال قائل لن أمسح سأغسل خفي، أنا لن أخذ بالرخصة، سأغسل خفي هما على قدمي، سأغسل خفي أو سأغسل جواربي. لما وصل إلى القدمين وبهما الشراب غسل الشراب بالقدم. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول يقولون إن غسله لا يصح، لأن الوارد حينما تكون القدم مستورة الوارد ماذا؟ المسح، فيكون هناك تنطع منه. القول الثاني خلافه، يقولون يصح، فإن الغسل أولى وأعلى مرتبة من المسح. القول الثالث أنه يصح غسل الخفين إذا أمر يديه عليهما، أثناء غسلهما مر يديه عليهما. ولا شك أن المسح هو الأفضل ولا نزاع في هذا، فلا يعدل المسلم من المسح إلى الغسل. لكن لو فعل، ما هو القول الصحيح من هذه الأقوال، أو ما هو أقرب الأقوال صحة؟ أقرب الأقوال أنه إذا مر يديه عليهما أثناء الغسل نقول هنا صدق عليه وصف المسح، لكنه زاد في الماء.